معايا حاجه بس فيها نضاره. طيب في واحده تانية عندها مشكله مثلا حبوب، فاحنا لازم نديها حاجه بتقلل افراز الدهون في البشره، وكمان نديها حاجه يعني ايه تقلل تنشف الحبوب او تاخر ظهور الحبوب، بحيث ان تاخد الفتره ما بين الجلسه الاولى والجلسه الثانيه تكون بشرتها صافيه وخاليه من الحبوب. هو ده اللي احنا بنعتمد عليه، كل حاله بيكون ليها روتين مختلف عن التاني. بس اهم حاجه برضو ما يبقاش في تعرض للشمس، ده اكيد اساسي. اكيد طبعا، من اي تبع اي روتين لازم زي ما قلنا في غسول وتونر ومرطب وسان بلوك وش، اكيد يعني لازم السان بلوك. طب الديرما بين تنفع للشعر ولا هي للبشره بس؟ لا، هي بتستخدم للشعر وبتستخدم للبشره، بتستخدم الستريتش ماركس، بتستخدم في نظاره مثلا الشفايف، بتستخدم في حاجات كتير جدا. طب لو هنتكلم عن التقشير، ايه فوائد التقشير للبشره؟ التقشير احنا بنعمل حاجه زي اكسفوليشن كده بسيط للبشره، او بنشيل الطبقه الخارجيه الميته، الجلد الميت اللي على البشره، بننظف بيها البشره، بتظهر البشره في شكل انقى بدون تصبغات، بيقلل جدا الاثار بتاعه الحبوب، الحفر. هو في نوعين من التقشير، بارد وتقشير كيميائي، ايه الفرق بينهم؟ التقشير الكيميائي ده بيكون عباره عن احماض بتتقلب بطريقه معينه وبتركيزات معينه على حسب كل حاله، يعني حاله بس عايزه نضاره او عايزه بس تشيل تصبغات خارجيه مثلا من الشمس او حاجه، ده بنستخدم لها تركيزات بسيطه. انما بقى في حالات بيكون فيها الاكسفوليشن ده بيكون ميديوم او ديب شويه، بنحط تركيزات اعلى في حاله الحبوب برضو علشان ننشف الحبوب، في حاجات زي الساليسيليك اسيد ده بينشف الحبوب، فبالتالي احنا بنحتاج كل حاله بنقدر نتحكم في الكيميكالز اللي احنا هنحطها في التقشير بتاعها. طيب لو احنا دلوقتي هنتكلم عن الشعر، احنا عارفين الكيراتين والبروتين، دلوقتي بدأنا نسمع عن الترميم، ايه هو الترميم للشعر؟ الترميم ده بيعتبر ميكس من كل اللي انت قلتيه من شويه، بيكون فيه كولاجين وبيكون فيه فيلر وبيكون فيه بروتين وبيكون فيه مالتي فيتامين كمان. فطريق بيختلف في ايه بقى؟ في نوعين منه، في ترميم حراري وترميم بارد. بيختلف في ايه؟ بيختلف في طريقه التطبيق بتاعه على الشعر. بس هو اصلا فوائده ايه؟ ان هو مثلا بيطري الشعر، يعني احنا معانا صوره عايزين ننزل نشوفها، عايزين نشوف الصوره. فكره ايه؟ ان هو بيطري الشعر، بيفرده، بينعمه. هو بيعالج مشاكل الشعر عموما، بيعيد بناء الشعر، بيقلل الهيشان، بيقلل التقصيف، الحاجات بقى الشعر مصحوب من المسحوب عشان الصبغه، بيدي لمعه وبيدي نعومه وبيكون الشعر طري شويه. طب حاجه حلوه قوي ان هو يعني بيفيد الشعر ما بيأذيهوش زي البروتين والكيراتين. هو ميكس، فبالتالي هو بيكون افضل، لان في حاجات كمان بتعيد بناء الخلايا بتاعت الشعريه نفسها. على العموم وقت فقرتنا خلص، وميرسي قوي بسرعة لوجودك كده. معانا. ميرسي قوي يا نوره. ومشاهدينا الكرام، استنونا في الفقره الجايه وموضوع مهم جدا عن تأثير اختياراتنا على حياتنا. فاصل قصير وراجعين لكم تاني.